تمسح الكبير باش ما تحش. مريم شوف مسحي له غير الجناب بنتي، غير الجناب بارك الجناب. ما تتفهموش، راه خص هاد الشيء هذا يتحيد. راه يخلي غدا من يمشي للطبيب يحيدوا له الطبيب ماشي انت. مسحي له غير الجناب بنتي. كون نسمع مني انت حيت نجيب الخبر عليا بحال دابا راك تحركتي ماشي الارض هكا كوا مليح ديري له الصفا صافي. سيري له غير الجناب، غير الجناب، غير الجناب. شوفي شنو مخرجيه له تقولي ايما وما سير جيبي له الفاصمه. نو شدير بالفاصمه راه داخل شنو سير دابا نشوفو نعبي سي هذا شنو الفاصمه هي اللي تمسحو بيها. هاي هاد غير هاد غير هاد غير الجناب. الله يا ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي. اللهم هادشي ولا كنت هرسي ولا. السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كي درتو لاباس عليكم؟ كي بقيتو مع صحتكم بقوا وليداتكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا في صحه جيده الاولاد الصغارين. دابا كما كتشوفوا الحباب راه زيرت عليه الفاصمه البارح في الليل وما يبغى لا يرقد ما جا لا نعس النهار الاول لا البارح. وقلعناها له العزاز ما راكم عارفين دابا هذا النهار البارح السبت واليوم الاحد ما كاين لا طبيب لا والو. وزيرت عليه وكرفت عليه وكرقشت عليه الفاصمه وما لقات حتى راحه الحباب. دعواتكم مع وليدي ومع بنتي الحمد لله مريم شويه العربي اللي كلاها العزاز. دعواتكم معاه الله يجازيكم بخير العزاز. دابا حنا قلعنا له الفاصمه البارح في العشيه وقلعناها له في الليل. عطرت عليه بزاف ودرت له البوماده كثرت له منها هي اللي بردت عليه. الله يجعل ربي يبرد علينا وعليكم الاعزاز. ودابا حنا بغينا ننظفوا له هاد الجناب هذا وهاد الماء اللي خرجت له هاد الصفوريه هادي غنظفوها له وصافي. مع غدا الاثنين اخوتي يكون الطبيب وعاد ندي في الصباح هما اللي غسلوها له مزيان. راه الحباب دابا مع تقلعت له الجلد راه بقات له هذيك اللحمه الرقيقه بحال اللي تقول تحرك. ايه واش نقول لكم الحباب الله ينجينا ونجيكم من مكاتب الخير العزاز. والله نحمي لاتاي يصفق عليا نحمي شوك ما كنبقاتش العزاز نشوف فيها. والله الحباب دعواتكم مع وليدي والله العزاز الحمد لله. والله ما هذا هذا الشيء هذا ولا كرات هرس من ظهره ولا من عنقرته ولا واللي كيدعي في العربي اخوتي حسبي الله ونعم الوكيل. العربي ولدكم ماشي راه عدوكم العزاز علاش كتدعيو فيه مسكين العربي ما دار والو ما دار حتى شي حاجه. المؤمن مصاب شخوتي راه المؤمن هو المصاب اللي كيتصاب اللي ما كيتصابش راه ما عندوش هذا اخوتي. ولكن العربي ما تدعيوش فيه العزاز الغالي اللي تيدعيو فيه خلالهم الله الله اللي خلصهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم اللي كيدعيو فيه وتيقولوا هذوك ذنوبهم راه ما حتى شي حاجه راه اللي تعطيك الله اللي تعطيك هذا الشيء ما تعطيهلكش العبد. اللهم لك الحمد اللي جات من عند الله حامدها وشكرها. الحمد لله اللي خرجت لولدي غير طريفه راه هاد السليخ هذا ان شاء الله دابا يبرى غير بشويه بنيتها بشويه. دابا كون ما درنالوش اخوتي البارح هاد البوماده هادي عمرناها له مزيان شعلت فيه العافيه 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 شعلت له في يده. شكرا لك مريم باش ترطابي كنت صافي بارك الله فيك تحلو بنيتي غير يصبر العافيه. والله مريم اخوتي راه قادت تمسح لا ما قديتش ديري هكا ماشي ولا خصك ولا ما تمسحيش صافي اي بشويه بحال اللي ديريها هكا صافي مبارك بس روح على مريم في غاية الجناب وصافي خلي حتى الغدا من ديال الطبيب راه بنيتي راه لقيت راسها يا مينتي يا مينتي يا مينتي يا ربي يا ربي حيت الله ماني مع عندي ما ندير لك انا جالسة حتى دعواتي معاك وصافي ربي يا ربي يا ربي يا ربي الله 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 تنشربوا له في الوقت ديالو ما يكون غير خير. والله نجينا ونجيكم اخوتي. ومدام وحدك وديال ها
شعلتي الشهاف يا شعلتي ديروش بزاف وارهي تكرايا شعلتي بحال هكا راه بنتي نظف له هاد البلايصه هادي انا هي هاد البلايصه هادي نظفها اللي ما فيهاش الجرح حيدو من هذاك السفون ديال كلشي صافي دابا السلام عليكم المتتبعين ديالنا تبارك الله عليكم نتمنىكم تكونوا بألف خير وعلى خير ان شاء الله وفي صحه جيده ان شاء الله هادي برات لك هذيك راه شبحت لك مشات نتمنىكم ديروا مع السي العربي ولدي الله يجزيكم بخير وماشي تقول له ان بعث واحد الانسان اللي البارح داير قال لك كنصور ولدي كانت تجربيه انا ما بغيتش ندعي لك بداك الشيء ولكن انت داك هو حالك تقيد تضحك على الناس حسبنا الله ونعم الوكيل فيك قال كنصور ولدي هو راقد في السبيطار حسبنا الله ونعم الوكيل فيك بوحدك هذا الشيء اللي غادي نقول لك مزيانه انا ما بغيتش نخبى على المغاربه باش ما نخباش على الجمهور ديالي الجزائر خوتي كاملين اللي كنت نوريه لهم والعربي هو اللي طلبني باش ندير داك الفيديو اما انا ما بغيتش نديرو غير واحد من هذاك نتمنى الله الشفاء لولدي ان شاء الله قريب ان شاء الله شي كلمه السي العربي السي العربي تيطلبك الجمهور تيقول لك تامن عليه واش بخير ولا خير ما ديريش مريم صافي مريم بركه بركه غادي تبرد عليه البوماد غادي لو بيدادي والصاي شنو خرجت له ان شاء الله عافيه مريم ايوا شتي شنو خرجت لك اش تقول هذا راه زوين اخوتي راه كندير شي حاجه غير من يدينا وحنا ما عارفين والو صراحه والله الحباب ولكن قشيت عليه اخوتي وكرفت عليه هذه ملي كتمر محروقه بحال هكا هي اللي برات هي اللي بردت عليا وركبت لي جلد اخر ديرش بزاف مريم غير شويه وانت اللي كطلب بزاف بزاف ايه بزقه بزقه ايه شويه نقصي 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 داكشي ودي لتحت اودي هاكاك صافي غير هاكاك حنا هي اللي تشال هاكاك صافي ديرش بزاف دعواتكم مع العزاز وانا خوتي راكم عارفين شي كلمه العربيه للجمهور ديالك طمنهم عليك ما نقدرش نهضر لا ما نقدر يقول لهم راني بخير الحمد لله هادشي تحياتي ليهم الله يخليهم لينا يا رب العالمين شكرا اليوم على الدعوه الله يحفظكم يا رب شكرا على الدعوات اللي دعيتوا لي مع وليدي وعلى السؤال اللي كتسولوا ها انتم اللي كتشوفوا اللي قلت لكم ها انتم الضريبه هذه عنده في اليد هذه وري وليدك اليد عندي شويه هذيك هذه اللي عنده وعنده هذه عنده اليمنيه فيها هذيك الضربه عند المرفق وهذه عنده هنايا ها انتم كتشوفوا هذه اللي عنده هنايا مشات ليا صافي وعنده واحد الضريبه في رجله واحد الضريبه في رجل الحمد لله حتى هي مزيانه مريم بنتي غير طلعي شويه غير بحال اللي كت شكرا لكم العزاز غير نقصي هذاك الشيء غيكمل لك كلش طيب كان شويه ليا شكرا لكم العزاز على السؤال اللي كتسولوا في وليدكم العربي وراه ولدكم العزاز الله يعز بكم وراه التليفون الحباب سمحوا لي اللي رديت عليه راه الدار ما خواتش اخوتنا باش غنجاوبكم ما خوات الدار ومعايا انا هذاك الضرب اللي كنت الحباب كنضرب في صحتي ورا العزاز غادي راني هذيك النهار اللي قالوا زيدي ولا مريم ضربوا قصيده لا ما زيدي غير من هذاك الزيد هزي غير من تما بلا ما تبقاش ما كتبقاش من دليا ما عارفين العزاز انا ما تيقتش كاع قلت صافي ولادي ماتوا هادو ماتوا مع الدواء ولا الطبيب راه ماتوا كنصحاك راه ولاو للدار راني خوتي بحمد قعدت مع العائله تيجي عندك اخوتي غير اللي تبغي شكرا لكم هاد السؤال فينا شكرا على الوقوف اللي واقفين معنا ومساندينا شكرا لكم بزاف العزاز الغاليين وهي اللي خطاكم علينا الحباب الله يخليكم لينا الحباب والله يطول في عمركم ووليدكم العربي العزاز ووليدكم واللي ما كيبغيش العربي كلشي كيبغي الله يهديه انا دابا يلاه كنت اقسم بالله كلشي تيموت عليه شوف حدا كدعيه هكا فيه في الله كلشي تيبغيه وكلشي تيدعي معاه اللي عليكم قلت لكم على الدالي تدعي في العربي حاجه انا عارفكم كتبغي واحد الوحده اللي قهرتني كنت تدعي فيه ولكن انا خليت لها غير الله ما ندعي فيها ما ندعي في ولادها ما ندعي في عائلتها ما والو خليت لها غير الله هو اللي خلصها معلاش دير في هذا العربي مسكينه اش داير هذا العربي شرب الدواء ولا برجلها التحيه مريم شربت الدواء شربت هضره مريم والله يا هذا اول ملي خرجت لك هذيك البومه هضره مريم شي شويه السلام عليكم خوتي المتتبعين كي داير لاباس عليكم نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير ولينا طبق كما كتشوفوا خوتي خويا العبد مسكين تالم بزاف بيدي وانا هي سبب وانا هي اللي قلت يلاه نهبط انا وياك وكون كان حسابني وكيوقع الخي وقع لي ما نمشيوش اخوتي والله كتاب الله بنيتي والله خوتي ما نمشي ولكن هذا الشيء كيكتبو الله سبحانه وتعالى راه النهار زادينا مكرش منا وحنايا راه مكتب علينا الله هذا الشيء غادي نعيشوه اللهم لك الحمد اللي جات من عند الله محبابيا ما تجيش من عند العبد اخوتي ونتمنى دعواتكم مع خويا العربي الله يشافيه يا ربي
الله يشافي كل مريض، الله يشافي كل مريض على العزاز. واللي درنا العزاز كنشاركو معاكم يا زوينه يا شينا العزاز. والله الحلو ديالي راه حيت نتوما نتوما هما العائله ديالي. وراه تمريم اخوتي راه مقصحه مركبيه ومكتافه وراها واقفه والله ماشي مشكل، ولكن العربي هو اللي كليها بزاف، هو اللي كنصايب اخوتي دابا مع هاد الموت. ومسكين وطاح وقال لي ونطبق، قال لي تنقلب اختي. قال لك صحابني ماتت. عقبتي جاب لي الدموع في هذيك بالله. الحمد لله خوتي. قلت كنت لقيتها طايحه ومشيت كنقلب الحمل اختي ماتت وانا واحد المغطايم شتيت هذا. والله الحبيب من البارح ما قال لنا لا الفاصمه تهضر براسو على الحيط شعلت فيه العافيه. هاد البوماده هي اللي بردت عليه الدواء. الدواء حتى الدواء اللي كيشرب هذه الحريق اللي كيشربو. اه شرب شربتي في الفطور؟ شربته في الفطور. في الفطور راه عنده وحده هذيك مور من مور الماكله بنص ساعه. اه بنص ساعه تفطر. وشربتي حتى الاخرى ديك الطويله؟ صافي قبل الماكله بنص ساعه ماشي مور. دابا الاخرى غتشربوا هذيك راه هذيك العريضه غيتغداو غنشربوا. غيتغدا يشرب وحده ويشرب الاخرى ديك الطويله. دابا ما تيبغيش حتى ياكل بالسيفه. لا خصو ياكل ويشرب وحده ديك الطويله عاوتاني. هذيك فيها ثلاثه الاوقات خوتي مين تتجي الخلعه. اقسم بالله خوتي من نهار ضربت قصيده الماكله ما طاحتش في كرشي. قود ديك الخلعه ركبيه الان باقي نتيرشفهم عرفتي ديك الساعه هي الخلعه كتحتل. دابا نكويت انت والعربي وكلشي وامك كلشي. الخلعه اكثر من الالم. الصفي راه كيضرب على الخلعه بزاف. اي والله يشافيك الحمد لله. اللهم لك الحمد تتجي مع عند الله. الحمد لله عليها خوتي. باش تعرفوا الاخوه راه العربي راه هو يدي لي من صراحه ما نكذبش عليكم والله. راه اللي كانت من العربي ما نكذبش عليكم والله. انا ما نقدرش نعيش بلا العربي. اه وكسر الله. اللهم لك الحمد يا ربي حمدناه وشكرناه. اللهم لك الحمد. وليداتي كلهم راهم عارف الوليدات اللي عنده وليداتهم راه تيحسوا بالكبده. ملي كتشوف شي واحد في ولادك كيتقطع قدامك راه كتقطعت انت. ولكن حسبنا الله حسبنا الله. الحمد لله خرجوا وليداتي بخير وعلى خير نجاونا. هذا من فضل الله عز وجل. من فضل الله. هذا نمشي ندير لكم مويه صغيره. والله خوتي راه غير كنصوركم هذه وانا ما نصورش هذا الشيء والله ما نصور، ولكن راه تنطمنكم على الحاله. وقال لك خصك تبينوه لنا تورينا كيفاش داير وداك الشيء. وما انا هذا الشيء ما نصوروش تيقول لك انا تجرب ولدي. ما صورت البارح كاع خوتي. تنثبتي ما صورت. ايوا يا بنتي راه كتحطي الهضره. الحراره اللي كان فيها البارح هزاك هكا. لا خديها بحال اللي تكحل شويه. كحل عند باطو. لا دفعي له عند باطو هاك. صافي. لا كحل اللي عندك شويه. عندك صافي. صافي. الله يعافيك الحبيب الله يعافيك. دابا ان شاء الله هادشي غيدوز. كالسحاب ان شاء الله وتروي ان شاء الله بخير وعلى خير. اللي جات شوف فينا هنا. دور وجهك عندنا. دور غير وجهك لعندنا. دور وجهك. المتبع كيشوفوك انت ندور وجهك ليه. ايوا صبر الحبيب صبر صبر. واش دير هاد البوماده؟ الصبر الصبر الصبر. بحال انا اللي حسيت اخوتي بيه. انا مشيت البارح يديه البارح. حركت انا كنت ندير بحال البوماده تتشعل فيا العافي. لا تروح واحد يتروح منا نحيدو هذيك عاد مابقاش بجوج كيحرقوا كما البارح. ايوا داكشي عندهم صغار لقيت في اليدين ومشيت البارح البحر في الليل طلعت للطبيب الوالدات قلت زعما كما ربا لقى شي دكتور تما قال لي ما كاين حتى واحد كاين الطبيب هاد الوالدات هنا ما يمكنش دير حتى شي حاجه ورجعت في حالتي. قلت عندنا الفاصمه طايبه وهذا ولكن خصك المقاس خصك الليكات. والطبيبه خوتي راكم عارفين البارح جات مع السبت وزيرت عليه وداروا له الفاصمه بزاف عليها وقرقشت هذيك الفاصمه وكرفت له على يدو وتنفخت وما لقاش حتى راحه تيبرد وقلعناها له كثر وقلعناها له هاجا ما يبرد هذا. اي والله يبرد عليك. الحمد لله ربي يبرد عليك. تنتمناكم الدعاء الدعاء لولدكم واخوكم العرب. وقفت معاه الله يجعل ربي يوقف معاكم. شكرا لكم.